قبل أن يصبح الدبابة إخوة، كان لكل واحد منهم ماضٍ في طفولته. الماضي الذي أثار انتباهي هو ماضي شهاب، حيث أول ظهور له لما كان صغيراً هو فوق شجرة في عاصفة رعدية. بصلت السيسائية تطرح سؤالاً: أين كانت والدته في تلك اللحظة؟ توجد ثلاث احتمالات: يا إما أنها ماتت بسبب أن الدب لا يعيش فترة كبيرة، أو ذهبت وتركت شهاب لوحده، أو تم اصطيادها. وسأركز على هذا الاحتمال بنسبة 60%. ففي فيلم الدبابة نرى مجموعة دبابة موجودة في أقفاص قد كانت في تلك المحمية لمدة طويلة جدا. هذا هو الاحتمال الأكبر، لأننا في النهاية نتعامل بالمنطق حتى لو كان كرتونا. بعيدا عن هذا، ربما ذهبت لبلد آخر. أوكي، ستقول أنني أصبحت سخيفا الآن، ولكن وهذه هي. قمنا بالإجابة على أكثر ثلاث ألغاز متواجدة في الكرتون فقط باحتمالات. الأجزاء الأخرى قادمة في الطريق بإذن الله. والله يعطيكم ألف عافية على الدعم الذي سقط على القناة في الفترة الأخيرة، مع أنني كنت أسلك في المقاطع إلا أنها تعجبكم، ولكن ليس بعد الآن. من اليوم سأكثر من المقاطع إن شاء الله، وسترون ما يمكنني فعله لإسعادكم قريبا. فلنجعل محتوى الكرتون يصعد إلى الأعلى.